قام الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه صباح اليوم بزياره تفقديه الى عدد من مديريات شرطه محافظات المملكه ومواقع عانقات الامنيه بالمملكه، وقد نقل معاليه شكر وتقدير حضره جلاله الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الى ضباط وافراد الامن العام لدورهم الوطني في حفظ امن واستقرار المملكه، وما قاموا به من جهود مخلصه في اداء الواجب والتشرف بحمل مسؤوليه حفظ الامن والنظام. وتفقد معالي سير العمل في عدد من المديريات الأمنية، حيث اطلع على التجهيزات والإجراءات المتخذة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين بأعلى مستوى من الكفاءة والسرعة. كما اطلع معالي على الإجراءات القانونية المتبعة في النقاط الأمنية، مؤكدا أهمية استمرار وجود هذه النقاط حسب المتطلبات الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام العام. وعلى أثر تكرار حوادث تعمد الاصطدام برجال الأمن في النقاط الأمنية، فإنه تقرر تقوية إجراءات التعامل ضد هذه العمليات الخطيرة، مشيرا معاليه بأن انتشار رجال الأمن في أنحاء البلاد يزيد من نسبة تعرضهم وتهديدهم، وإن مثل هذه الأفعال المشينة تستوجب أن تقابل بقوة القانون، وأن التعدي على رجال الشرطة يعتبر اعتداء على هيبة الدولة وركيزة الأمن والاستقرار فيها. وأعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره للمشاعر التي أبداها المواطنون تجاه إخوانهم من رجال الأمن، والتي كان لها الصدى الطيب في رفع الروح المعنوية لهم، وهو ما يسهم في سرعة شفائهم ويحفزهم على العودة لأداء واجباتهم. وختم معالي بأن هذه المشاعر الطيبة ليست بغريبة على الشعب البحريني الذي يؤكد في كل لحظة حبه وتقديره لقيادته ولكل رجال الوطن المخلصين.